القيار المقرره جنوب الموصل قتل في العمليه في نفس القليل سيكون عشاء 11 قتل خلال معركه دخول القوات العراقيه للموصل القديمه. كذلك المسؤول العسكري الاول لقضاء البعاج غرب على ما يعني ان هذه بالفعل وفق ما اكد من داعش لدى القوات العراقيه دفاع المقاومه. حركتها بمهنيه العسكريه العاليه ان تقرا حركه مسلحي داعش وان تبقي